اهلا وسهلا متتبعي القناة وفيديو جديد من محل أخت موني حي الفرح لعشاق القشطان المغربي والتكشيطة البلدية والجلابة المغربية. معكم السي العالمي. السي العالمي قول لنا البيسات اللي عندك السي العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم، بهذا والسلام عليكم. مرحبا بالمشاهدين اللي كيشاهدونا الان واللي كيعرفنا واللي حتى اللي ما كيعرفناش مرحبا به. بالنسبه للشكلات اللي عندنا، الحمد لله عندنا داكشي تقليدي 100%. عندنا حويجه ديال لاسوا امبريمي، عندنا الحمد لله دي بروكار اللي كيكونوا شي حاجه راقيه المستوى الرفيع، وعندنا الحمد لله كاع الحويجات اللي تحلى بالك، داكشي التقليدي قديم واللي عندنا، ماشي قديم بمفهوم بانه نو دي موديل نو قديم، يعني عنده واحد لافال واحد قيمه كبيره في الذوق المغربي. بروشي شي حاجه معتبره، حاجه بروشي أثمنة مناسبة الحمد لله. عندنا هاد الشكيل، عندنا هاد الشكيل تاهو امبريمي بانو، هذا بانو في لاباند قدام، هادو بروكار، هادو دي بروكار، هادو دي بروشي، دي بروشي سي بلو بلي، دي بروشي سي بروشي. وعندنا لالا دي بانو هنا، نشوف لي بانو اللي عندنا حنا شي حاجه اخر ما كاين. هانتوما كتشوفوا اخر ما كاين بالنسبه لي بانو، كاين هاد الشكل هكا. البروشي اللي قلنا لكم كاين هاد اللوينه ديالو، هاد اللوينات ديالو، اللوين ديال لي بروشي هما هادو، ها هما كيقول لكم ها هما دو اللوينات التلوينه. غنحاول باش نزوميها لكم شويه، هما هادو اللوينات ديال هاد البروشي هذا. وكاين اللي عندنا ملبت وكاين اللي ما ملبتش، هذا بشواغوفسكي ياك، شواغوفسكي هذا جاي سامبل، هذا ما فيهش الحجر، ما فيهش الحجر، هذا سون بيرلاج، ها هو داك اللي كتشوفوه ما فيهش الحجر على هذا الشكل هكا. ها عندنا شكيلات اخرى بحال هكا، بروشيات اخرى بحال هذا، حتى هو هذا الشكيل هذا بومبي كوم سا. هذا كي كتشوفوا على هذا الشكل هذا، هذا وكل حاجه والثمن، هذا بروكار ياك السي العالمي، بروشي نفس تان بروشي. هذا بروشي، هذا بحالو بحال هادو، هذا غير هذا بومبي شتيه. ها انتم وكاين عندنا عاوتاني شي حاجه زوينه تاو بالبيرلاج، شي حاجه رفيعه. شوفوا هذا شحال غزال حتى هو، كله بهاد شواروفسكي هكا امبريمي. ها انتم دابا عاوتاني غادي نشوفوا هاد المبرة هادي اللي عنده هنايا، ها هي جبدها لهم السي العالمي يشوفوها. المبرة امبريمي بالبيرلاج، الشكيلات ديالها شي حاجة تاهي جديدة. مزالة هادي رائعة، هادي فنة معتبرة. هما راه عندهم شي حاجة كاليتي وشي حاجة ديالتهم خاصة بهم هما، ما دايراش. ها انتوما كنحاول نوريكم ونزومي لكم شوية باش تشوفوا هاد البيرلاج. ها هو هذا كاين عاوتاني، هاد بيرلاج هادي عاوتاني سون بيرلاج، ها هي هادي فهاد الموطارد. يلاه جبد لينا داك. كاين عاوتاني عندنا الخريب، الحمد لله راه معروف على الصعيد المغربي، الفطار معروف من زمان. عندنا الخريب، هو شي حاجه مزيانه معروفه، هذا الخريب معروف، معروف بزاف، ما كاينش اللي ما كيعرفش الخريب. شي حاجه تقليديه، اللوينات ديالو هادو، اللوينات ديالو غنحاول نزوميهم. ها انتم كي كتشوفوا، هذا كاين داك الغوز، كاين الخضيدر، كاين البلون كاسي، كاين داك الصفيفر. ها انتم وهذاك الشكل الاخر اللي حداه، هذا حتى هو خريب ولكن زواقه روميه، زواقه روميه هكا هو مزيون. ها انتم كي كتشوفوا، انا كنحاول نوريكم هذا. هذا سي تان بروكار، غزال، هذا فن معتبر.
مطلوبة كيطلبوها الناس بزاف. بروكار بشواروفسكي. شواروفسكي. معتبر غزال رائع. عجب البيرلاج وشي حاجة مزيانة. عندنا المبرة ديال الحرير 100% فيها اللوينات ديالها. أييه. عندنا مبرة تليجا البيرلاج سون بيرلاج. جبد لهم داك التليجا يشوفوا شي وحيدة منها. هادي في البلوغوا حتى هي بشواروفسكي غزاله جايه مزيونه. سمحي لي نقول لك بسبب بلو موف. هذا بلو موف هكاك بلو موف شي حاجه راقيه ومعتبره وهذا الشيء راه كان زمان غير نجربوا ليه عاوتاني. حاجه اللي كتكون اصيله ما عمرها كتموت كتبقى دائما شاده الاصاله ديالها. اييه مزيونه تبارك الله هادشي غزال عندهم الروعه عندهم هادشي كيحمق تبارك الله. معكم هشام حتى هو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي دايره بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. المهم راه مرحبا بك في المحل ديال الاخ طموني عند العالمي. بالنسبه لهذا المحل راه معروف تبارك الله من حي الفرح من اكبر تبارك الله المحلات وبالجوده وبالأثمنة المناسبة وبالزبناء الكرام اللي احنا معروفين على الصعيد الوطني. تبارك الله راه ما كاينش اللي ما عارفهمش هنايا معروفين بلا كاليتي ومعروفين بالتعامل ديالهم الممتاز. جبد لينا شنو كاين وريهم شنو كاين في الجديد يا هشام. بالنسبة في الجديد عندنا تكاشات عندنا جليلبات عندنا قفيطنات شنو نجبد لك. جبد لينا شي لبيسة من دوك اللبيسات اللي شي حاجه جديده بالنسبه كاين اللي كتلبس للعروسه وكاين اللي كتلبس اللي كما كنقولوا حنا شي وحده معروضه ولا بالنسبه للتفكور. واخا نبداو بعدا باللبسه ديال شي وحده معروضه وعاد نشوفوا العروسه. بالنسبه للتكشيطات اللي عندي جميع عندي شكيلات اللي متميزين. التكشيطات اللي غتلقاها في السوق كاينه بحال هاد التكشيشيطه هادي الشمال ديالها زوينه ومغايره على التكشيطات اللي كتشوفوا ديال الشمال. شي تبارك الله رائع 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 ما شاء الله. في التول اكرم ونعم وزيد وبارك. تبارك الله الالوان مديلافي الالوان مديغرادين مع بعضياتهم ديما التحتاني زوينات باردين وزوينين تيكون كريب ساتيني باش كيعطي اللبسه البغيون باش تبان اكثر فهمتي. وهذه تبارك الله كيكونوا دي بياس اونيك. حنا معروفين تبارك الله عندنا تكيشطات اللي شويه نادرين شويه ماشي كيجيبوا هما بياسه بياسه من الحاجه ما كيجيبوش هما بزاف. كيفاش كتكون جوج بياسات ثلاثه بياسات ولا بعض المرات غير بياسه واحده. هانتوما كنحاول نزومي لكم باش تشوفوا هما عندهم هادشي راه ما مجلطش في السوق وما ما كاينش يعني سلعتهم بوحدهم خاصه بهم هما. هانتوما نحاول نوريكم هانتوما شوفوا. وبالنسبه عندنا هاد التكشيطه حتى هي هذه حتى هي غزاله منها فيها هذه حتى بالنسبه للخياطه تقدر تخيطها مولاتها اسهل ما يكون. هذه حتى هي رائعه روعه. هذه الثوب مغاير على هاد الثوب اللي جبت لك في الاول اختي سهام. هاد الثوب هذا كنسميوه حنا كنقولوا ليه البغوشي هو نوع ديال البغوكار. زائد الخدمه اللي فيه خدمه اللي كتكون مفصله راسها براسها بحال هذيك الخدمه ديال انساغي كتكون ولكن الخدمه اللي منبتين بها تنبات حر وصم حر وتا الحجر وحجيرات وداكشي تبارك الله داكشي راه متناسق. شتي باش نوريك هذه وقيله كتجي في الصدر ياك هشام. هذه الخدمه اكزاكتومون كتجي في الصدر عندك كل حاجه في بلاصتها. عندك خدمه في الصدر بوحدها عندك الكميمات بوحدهم. باش نوريو المشاهدين نقربوا لهم الفكره والصوره. هذه عندنا المضمه ها هي مفصله راسها. هذه فيها المضمه ديالها وفيها لي بونش ديالها هذوك كيجيو في لي مونش. وهذه كتجي مضمه يعني ما غتحتاجش تاخذ لا مضمه ما غتحتاجش تاخذ ما حتى خياطه واقيلا غتخيطها غير شي حاجه خفيفه. فوالا غتجي غير ملاقيه. وعندنا هنا الظهر حيت لان فيها وعندو الجماليه ديال التكشيطه. هانتوما كتشوفوا كنعرفوا الخياطه دابا اللي ولاو جداد دابا لا طوندونس الاولى جديده في الخياطه كيبازيو الناس بزاف على الظهر بالنسبه للتعمار بلا بودغي بالطرز وهذا. هذه لبسه كامله هذه كتجي في الظهر هانتوما بحال قلتي الكول هاكا تسرحها باش يشوفوها سرحها. ها هانتوما كتشوفوا هذه كتجي في الظهر ها هي كتجي رائعه.
وبالنسبه للالوان هادو من التكيشطات اللي نادرين اللي كنجبد لك انا دابا اللي فيهم غير جوج البياسات ديال البياسات العاج. وهذا القدام ديالها ولا السدر ديالها الزواقه اللي كتجي في السدر. نوري نعطي الفكره للمشاهدين. حاول كاع ديرها عليك باش يشوفوها. واخا انا حطها عليا بحال كيف ما غادي تحط باش يشوفوها هكاك مزيان. ها انتم هذه كتجي من القدام ها هي على هذا الشكل هكا. وهذوك الجلايل كيبقاو هابطين كتبقى هابطه حتى لتحت بحال هي بحال هي الكليانه هي اللي خادمها بيديها فهمتي. ولكن خدمة تبارك الله هادشي ما شاء الله راه متقون. وهادو كيجيو في لي مونش ها هما كيجيو في لي ديدات في الكميمات ديال اليدين ديال اللبسه. وهنا كتجي هادي كتجي مضيمه ها هي هادي شتي كنحاول نقربها ليكم. ها انتم عاوتاني كي كتشوفوا هذا نوع عاوتاني من البيسه. هضر لينا على هاد البيسه هشام. هادي تيل بالنسبه كتسمى تيل برودي. تيل برودي هادي تيل برودي مشنفة على جوج جوايه. وبالنسبه للالوان اللي فيها راه فيها شي الوان متميزين. هذا لون تبارك الله انا جبتو خصيصا حيت متميز كيتسمى بحال كولور نيود. نوريك الخدمه ديالها كيفاش كتجي. هادي بالنسبه عندها صالحها كيف ما بغات مولاتي. بالنسبه هاد التكشيطه هادي عندها جوج فصالات. كيف ما بغات تفصلها مولاتها تقدر تفصلها خياطه مخزانيه كيف ما هاد الشنيف اللي كتشوفي اختي سهام يقدر يجي القدام يعني بحالها بحال الاخرى حتى هي. لا هادي كيف ما كتجي كتجي غير مخزانيه ومشنفه الشنيف ديالها باين وغزال. وان بليس تقدر عاوتاني تغير ليها التشنيف ديالها والفصاله ديالها كاريمون ديرها من التحت تجي من التحت تجي بازيك وتجي فيها لا غزاله تبارك الله. فنه هاد الشيء رائع. عندهم هاد الشيء عندهم ديالهم بوحدهم شي حاجه انيقه وشي حاجه كتحمق. هذه راقيه وتا لابودغي اللي فيها جات طونسيون طون جات سميزه وراقيه ماشي لبسه اللي ها انتم شوفوا. حتى هي منبته بالحجر. كاين عاوتاني واحد الشكيل اخر اختي سهام هذا الموديل هذا هذه حاكمه عليها الخدمه ديالها حاكمه عليها الرسمه ديالها ان هذا عاوتاني شكل اخر شكل اخر اختي سهام هذه عاوتاني حاكمه على الرسمه ديالها تبارك الله. اللبسه كتنسيك في اللبسه شي حاجه رائعه وبجوده عاليه. هذه كما كنقولوا تكشيطه روميه خفيفه كتجي ستيل بازيك كتجي بحال ستيل غوب غوب سواغي بالنسبه للعشاق اللي كيبغيو اللبسه تكون روميه تجي ايفازي كتجي دايره فوالا كتجي دايره من تحت بالكلوش. وهاد الرشيمات هي هما غاديين وكيعمروا من التحت وغادي كيختفوا. شوفوا هاد الرشيمات ديالها كيفاش دايرين شي حاجه روعه ومتميزه الالوان اللي متناسقين مع بعضياتهم في لابغودغي في الطرزه. شوفوا راه ما نتذكروش نحاول نوريها لكم باش تشوفوها. هادو من لي بياس لي اونيك بياس لي هادو جايبين منهم بياسه بياسه. عندنا عاوتاني اختي سهام هنا يعني اللي خدا شي حاجه غيلبسها بوحدو. عندنا هنا البغوشي دو سوا البغوشي دو سوا ديال الايطالي شي حاجه اوريجينال. هذا ستيل ديالو غزال حتى هذا غزال غاير على لي بغوشي اللي كاينين دابا في هاد لوطون هادي. بالنسبه للالوان هنا كتلاحظي انه كتلاحظي انه راه الالوان متناسقه. دير هاد البوشي دير بحال شي طابلو شفتي كما كيشوفوا المشاهدين. وبالنسبه للتحتاني هنا درنا ليه تحتاني في الكريب بلامي. بالنسبه للكلباس ديالو راه كيبقى الاختيار للزبناء فهمتي. لازم نحاول نبعد باش تشوفوها كيفاش كتجي. ها انتم شوفوا كيفاش كتجي كتجي رائعه بداك الصفر من التحت فوالا. أو... هنا كيف ما كتلاحظي معانا اختي سهام بالنسبه للالوان دابا هو لي طوندونس دابا اللي كاين الاخر ديال هو لي طوندونس ديال هذا العام هذا اخر ما كاين بالنسبه للبوشي. وبالنسبه للالوان كما كتلاحظي معايا اختي سهام عندنا الوان متناسقين هنا كتبقاي الاختيار عاوتاني عندك الاختيار بالنسبه للتحتاني ديالو تقدر ديروا ليه مولاتو كيف ما بغات. حنا غير حنا اختاريناه من عندنا بالنسبه لهذا الجون اللي درنا
تختار بيان سور حيت هو اصلا ها نتوما كي كتشوفوا فيه اللوينات بزاف يمكن لها اي بلو غوا عندك جميع الالوان حتى هو يجي معاها مزيان يفتح داك الفوقاني كاين هذا هذا الاوغ هذا حتى هو يمكن له يدير الاختيار ديال الزبون اي او الزبونه اللي غتاخذ كيبقى الاختيار ديالها. حنا كنعطيكم غير بعض الافكار اللي غادي يمكن لكم تمشي لكم مع اللبسه. عندي هذا بالنسبه باش نختار المهم ميم كام ميم موديل غير هذه رشمه اخرى نفس لا كاليتي تبارك الله رائع رائع تبارك الله عليكم ما شاء الله. هذا رشمه هذه رشمه مختلفه فيه شتي رشمه هذا سي كتحب شي حاجه اللي تكون ديسكريت اداميه اي اداميه حلوه ما مشارجيش بزاف هادي يعني عندكم تبارك الله لو شوا راه موجود هما عندهم لو شوا يعني كتجي وكتلقاو داكشي اللي بغيتيو اي حاجه بغيتيوها راها كاينه كتعلق بالقفطان المغربي او بالتكشيطه ولا اللبسه ولا الجلابه لا دونتيل حتى هو كلشي عندهم هنا في المحل. بالنسبه لا دونتيل عندنا لا دونتيل برودي شي حاجه متميزه ها نتوما شوفوا لا دونتيل عندهم ها نتوما يعني راه حنا كنجبدوا لكم غير بياسه بياسه من الحاجه يعني الا جينا نجبدوا كل شيء راه ما غاديش نساليو. عندنا هاد لا دونتيل دو كالي كتكون فيها 5 المتر و 50 هي معروف لا كاليتي ديالها. غنحاول نحيد ان نحطوها هنا باش كل حاجه تبان لنا كل حاجه تبان معك باش ما تجيش حاجه فوق حاجه. هادي لا دونتيل دو كالي ها هي مال فرونس وكتكون برودي حيت عندي عاوتاني لا دونتيل دو كالي لي سامبل باش تعرفي ان الاختيارات راه متعدده عندنا. هادي لا دونتيل دو كالي ديال فرنسا الفالاس هنا باش نقربوا المشاهدين عندنا ديما لا دونتيل دو كالي لوريجينال كتكون معروفه بالعبار ديالها كيكون فيها 5 المتر و 30 على 90 سنتيم حيت العرض ديالها كيكون قصير بزاف قصير بزاف هنا اللي بغى شي حاجه رفيعه وشي حاجه متميزه وشي حاجه غادي يلبسها بوحدو او غتلبسها بوحدها يعني هادو راه كيبيعوا لهاد المحل راه كيبيعوا شي حاجه رائعه رائعه معروفين بزاف معروفين بزاف حي الفرح تبارك الله راه دونتيل دو كالي راه معروف حي الفرح هنا بالمحل ديال الاثواب ديال اللبسه وعندهم اللبسات ديال العرايس عندهم كل شيء قفطان جليبات. المهم حنا غنمشيو معكم ايتاب باغ ايتاب غنوريكم حاجه بحاجه. بالنسبه للالوان ديال دونتيل دو كالي سامبل ما تبارك الله راه عندنا ماء ازيد من تبارك الله راه كاينين الوان تبارك كتيرة. الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كاين هنايا عاوتاني ها انتم كي كتشوفوا هنا القفيطنات كاين القفيطنات كاين البيسات عندنا قفيطنات متغيرين متنوعين عندي لي بروكا بحال هكا اللي كيكونوا امبريمي بحال هكا كيكونوا امبريمي تبارك الله غزال غزال هذا الشيء ما شاء الله كيحمق غزال وراه موجود عندهم يعني اللي بغى القفطان مثلا بشواروفسكي راه كاين اللي ما بغاه سامبل راه كاين على حسب لو شوا ديال الزبونه او الزبون اللي غيبغي ياخذ. ومعكم عبد الغني حتى هو غادي يوريكم الجلابه. مرحبا لاله سهام. ربي يخليك. المحل ديال عرفوني العالمي بحال فرح من احسن المحلات اللي فيهم الاثواب الفاخره. الباسي والجلالاب والقفاطان والانيات كاين التيل كاين كل شيء كيما سميتو دابا غنوريك جليلبات بطبيعه الحال ياك. كاين جليلبات بحال هادوم ديال لا دونتيل شي حاجه زوينه كخيب مع الكخيب ديال لاصون شي حاجه زوينه كما كتشوفوا الكخيب هذا الكريب اللي كتشوفوا على هاد الشكل على هاد اللون هذا الكري او رمادي اللوينات جداد وهاد لا دونتيل ها هي صيفيه لون صيفي هذا كما كتشوفوا اللبسه ديالها غنوريكم الطريقه ديال كيفاش كتلبس كتجي رائعه في اللبسه ديالها كيجي هاد لا دونتيل من التحت من التحت وهي كتجي هكا من الفوق على هذا الشكل هكا على شكل حركه كتجي زوينه
والحاجه حتى كتخيط عاد كتبان ما كتطلبش شي خدمه بزاف شي خدمه زعما بزاف بحال هكا باش تديك الوقت ولا شي حاجه يا دي على هذا الشكل هكا جبد لينا عاوتاني موديل اخر لوينات اخرين وكاين زواقات اخرين كاين عاوتاني كاين هذا عاوتاني في هذا البلو مارين ها هو كي كتشوفوا هذا البلو مارين هذا كريب دو سوا كريب دو سوا بطبيعه الحال مزيان اوريجينال اوريجينال فوالا حيت هما عندهم غير لاسوا هما عندهم كيخدموا بلاسوا بزاف الحرير كيخدموا به بزاف عندهم شي حاجه لا كاليتي دخل مع هذا الغوج هذا الاحمر كيجي واحد هائل ها انتم كي كتشوفوا ها هي دي هذه الشبيكه هذه كيجي فيها هذا الاحمر هكا كتجي زويونه نوريكم عاوتاني تزوقه زويونه جبد لينا عاوتاني موديل اخر صيفيين اللي غنعطيك كما كتشوفي هذه راه فيها الشنف هادشي كاين دابا بزاف ديال الاشكال بزاف ديال الزواقات كما كتشوفي هذه عاوتاني هذه داك البلو بحال الكري مفتوح بحال غادي البلو سيال وفوق منه هاد لا دونتيل في البلو مارين وتاهي فيها داك الكري ها هي هذه كما كتشوفوا هذه راه فيها الشناف لا تقلبوا الوجه ديالو هذا راه الظهر ديالو لا هذا هو الوجه ياك هذا هو وجهه هذا هو وجهه لا هذا هو الوجه ديالو ها هو هذا كيجي هكا الشناف كتحيد هذه كاين اللي تيبغي يخليها كاين اللي تيحيدها كيبغي يزول هذاك الشيء تيبقى الاختيار ديال الزبون يبغى هذا الشناف في الكمام ويخلينا بحال هكا ها انتم غنحاول نزومي لكم باش تشوفوا التلوينه ديالها الشيء هذا الشيء اللي وريتكم دابا هنا ها هما دوك التلوينات ديالهم راهم هذوك التلوينات زوينين وكاين التلوينات مفتوحين كاين هاد الغوز بارد هذا بحال الغوز بيبي ها هو هذا حتى هو غزال رائع انا كيعجبوني اللوينات مفتوحين كل واحد تيبقى على حسب لوش على حسب الاختيار ديال كل واحد هذا هانتوما كتشوفوا زعما اللوينات باردين ومفتوحين ها اللوينات ديالهم كاملين كاين داك الشيبي كاين داك الموطارد كاين الباج كاين الكري كاين الباج تحت منه كان داك الفيغ اللي لتحت هانتوما الموف البلو مارين هذاك الفيغ ملكي راه هو داك الفوق وهذاك جبد لهم هذاك هذاك اللي حطيتي عليه يدك هذاك حتى هو شوفوا عاوتاني هذا الشكل هذا حتى هو هذه عاوتاني لا دونتيل ديالها مغيره على الاخرين حتى هي لا دونتيل ديال الحرير زواقه اخرى عاوتاني هذه غزاله حتى هي رائعه بيناتهم متناسقين جايين معاها طوب دي طوب دي طوب هانتوما شي حاجه روعه جلابه اخرى عاوتاني يلاه جات لاكام جديده كما كتشوفوا هما اللوينات هما اللوينات ديالهم اللوينات الصيفيين من زوينين كاين اللوينات مغلوقين كاين نوار كاين الفير كاين مفتوح كاين بلو مارين كاين هذا الخضر حتى هو اللون جديد غنوريكم عطاني داك عطاني داك الباج نشوفوا داك الباج هانتي هذا هو الواعر هذا اللون جديد هادو جديد بات ديال لاسوا هادو ديال لاسوا هانتوما خفيفين فهاد الصيف هذا مبردين وزوينين اللي عشاق لاسوا الحاجه ديال الحرير لاسوا ديما تجي مع الطيحه ديالها في الطيحه ديالها كتكون باينه غير من الشوفه ديال العين كتكون باينه ها انتوما حتى الزواقه حليل وزوينه اوريجينال ها انتوما ها هي وحتى الخدمه بحال هكا ما حتى شي خدمه بزاف كاينين هادو هاد لي كالون هادو اللي عندهم هنايا ها انتوما كتشوفوا ها هما هادو هضر لينا عليهم هشام واخا بالنسبه لهاد لي كالون هادو هاد لي كالون الناس اللي كيعتشعشق انها دير شي جابادور ولا كدير اجي كيف ما نرجعوا كيف ما قلنا في الاول بالنسبه للتيسي سابل عندنا جايه زويونه هذه اللوينات ديالها فينا هما اللوينات انا غنوريك اللوينات وعندي اللوينات كاين زواقات اخرى نوريك اللوينات اللي كاينين اللوينات مفتوحين اللوينات زوينين عاد كما كتشوفوا هانتوما هادي راه هاد لاكام هادي يلا جات عندهم يلا تحطت جديده عطي لون كاين السيك في لون غزال والوينات باردين وادميين شي عروسه شي اللي بغى شي واحد شي لون مزيونين كاين عاوتاني نعطيك زواقه اخرى
نفس الثوب ولكن هذا هو قبلتنا. هذا الصومو بارد. الصومو بارد. هذا هذاك فيغو حتى هو بارد. هذا شلكري كما كتشوفوا حتى هو بارد. هذه اللوينات اللي حطهم كلهم لوينات باردين. هذا الكري مغلوق شويه على هذا وهذا المفتوح ديالو. كاين هذا الباب حتى هو زوين. ها نحط لكم اللوينات كاملين. هذه الجلابه. اللوينات الطوب زوين. هذه الجلابه. غنوريك واحد نفس الثوب ولكن كاين زواقه اخرى. زواقه زوينه هائله هذه رائعه. هذه حتى هي زواقه اخرى. راه موجود الاختيارات موجوده يعني ما يمكنش غنحطوا كل شيء لان ما غيقدناش الوقت. حنا كنوريكم غير بعد هي شويه شويه من الحاجه. هانتوما شعرتي حاجه مزيانه غتلقايها الزواقه مطبوعه من اللور ديالها من الظهر ديالها. دابا هذا هو الوجه ديالها كما كتشوفوا. هذا الظهر كتلقاي الزواقه مطبوعه في الظهر. شفتيها يعني الطبعه كي كتكون في التوجيهه كتكون حتى في الظهر. فوالا بالنسبه للجليلبات اختي ها انتما الجليلبات كي كتشوفوا كاين هذا اللون هذا بيج. ها هو هذا هاد النوعيه ديال الثوب شنو هي هشام؟ هادي بالنسبه عندنا الكريب دو سوا عندنا لا دونتيل من التحت كاين اللي كدير ديال الحرير. فوالا دابا هاد لا طوندو جديده عاود يلا ولات بالنسبه للكريب كاين اللي كيديروا من الفوق ويدير يدير ليه لا دونتيل من التحت تحت. كيجي مزيون. هذا هو لا دونتيل وهذا هو الكريب ديال الحرير. هذا هو اللي دارج على الموضه كي كتشوفوا. ها هو على هذا الشكل هكا. ها انتوما الالوان كاينين فيه الوان بالنسبه لو مارياج ديال الالوان راه حنا ناسقنا الالوان حنا اللي ناسقناهم. شوفوا عاوتاني هذا اللوين هذا شحال الروعه رائع. ها هو ما داخل فيه الموف جا زوين. شوفوا كيفاش داير. شوفوا كيحمق هذا غزال غزال. نحاول نبعد باش تشوفوا كيفاش داير. وانا قلت لكم راه التليفون ما تيعطيش حق في التصوير يعني ماشي بحال اللي كتشوف الحاجه مباشره يعني عندهم شي حاجه ماشي سواقيه يعني شي حاجه خاصه ديالتهم هما خاصه بهم هما شي حاجه خزاره. شو عاوتاني هذا اللون بارد. هذا عاوتاني اللي كيبغي شي حاجه تكون بارده. ها هي هادي هذا النوار ديالها. هذا النوار ديالها اللي عشاق النوار الملكي. هذا كل النوار مطلوب. اييه شوفوا عاود حتى هو رائع تبارك الله. ارى وما تختار موجود تبارك الله كان عنده لو شوا موجود. هادو عاوتاني تليجا كي كتشوفوا. ها نتوما كاين الانواع ديال التليجا. حنا جبدنا غير ثلاثه باش نوريكم. كاين هاد اللون هذا هاد كاين هاد المخضر كاين هاد لا كولور هادي حتى هي. هضر لينا سي العالمي على التليجا. هادي اللي شتي فيها هاد المخضر اللي كيقولوا زمان خابوغي. اييه كيقولوا الناس زمان. هادي كيقولوا ديال الدولار. الدولار زمان كيعرفوها الناس الدولار. عندنا اللوينات ديالها عندنا فيها الفير تيركو عندنا البلوغوا في اللوينات. عندنا هاد طايحه هاد التليجا طايحه على الكريب موسلي. اييه غزاله 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 اللي كانوا زمان تيعرفوها. عندك كاين عاوتاني عندنا التليجه ها هي كاين عاوتاني هاد لا كولور هادي حتى هي فيغ وايا فوالا كارتي. هذا اخضر ملكي كي كتشوفوا كيلعب على الارجونتي وعلى الدوري على هذا الشكل هكا. ها نتوما كنحاول نوريكم نقرب لكم. ها هو كاين عاوتاني هذا حتى هو هذا الشكل على حسب كل واحد اشنو كيبغي. شوفوا كيفاش دايره. هادي ديال لاسوا هادي حتى هي تليجا حتى هي. اييه دوغي داخل فيها الكرين وا مع لو جون بدا بلينات. ها انتوما كتشوفوا ها هي هادي فنه حتى هي غزاله. وكاين عندنا كاينه لا عندنا عاوتاني نوريها لك في الموبرا تليجا في الموبرا تليجا ديال الموبرا ها هي اللي كنوريك كله تراديسيونيل شي حاجه تقليديه. ها انتوما ما منبتاش وكاين عندنا منبته. اللي ما منبتاش وكاين تنبت. شو هادي زوينه هادي هادي تليجا ديال المبرا فيغ او ها هي مطلوب عندنا مخدومه حتى باللاميله في حنت بان لي داخل فيها اللامي. زوينه ها هي هادي شتيها قال لك ديري لها لوبا ديالها ها هي هادي
لا عاوتاني اللي بغى يدير لها التحتاني ديالها اي يمكن لك ديرها التحتاني ثاني باش كت كاين عندنا شكاين سينما وريان الريش هي نسيناه هو عندنا هاد لوتشول امبريمي بليغاكس هو امبريمي شي حاجه فينا شوفوا 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 هادشي هادشي روعه يا سلام هادشي عندهم غزال رائع 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 عندنا فيها اللوينات ها انتم كي كتشوفوا اللوينات دياولها ها هما هادو حنا كنجبدوا غير بعض اللوينات ما كنجبدوش التلوينه كلها ها انتم هانتوما دابا هذا عاوتاني موديل واحد اخر هذا سالينا منه ها هو هذا حتى هو لاسوار كلشي عندهم لاسوار هذا سول بياس يعني بياسه وحده كاينه تقدر هي دير التحتاني ديالو ديروا هذا بحال دابا الا بغى الكليان انا خداته مثلا كتقدر هي دير له شي حاجه بالاختيار ديالها كتجي من التحت على حسب كل واحد على حسب الاختيار ديال كل وحده اشنو كتبغي دير هانتوما هذه فلوغي حتى هي على هذا الشكل هكا حتى هي زويونه هذه اللي بغاتها بالنسبه لكندوره جايه كندوره هذه كاين هذيك اللي كيديرها قنيدرات فنه 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 هذه حمقتني انا غزاله شو كي دايره فنه شوفوا 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 كيحمقوا شوفوا على الديزاين فيها كيفاش دايره هذه ممكن دار هي قنيدرات ما يمكنش دار فيها خيطنات ولا دار حتى لبيسات بشي لوبا ديالها كيف نقلنا في الاول تمشي مع التحتاني ديالها ديرها تكشيطه زعما تكشيطه خفيفه قنيديره دير فراشه انا كيعرف عاوتاني ها انتم عاوتاني ها موديل واحد اخر زواقه اخرى هذه زواقه واحده اخرى يعني كتشوف الحاجه اللي شفتيها ما كتعاودش عاود تشوفها مره واحده اخرى هذه لوين اخر شوفوا اللوين عاوتاني الاخر كيفاش داير ها انتم باش ما نطولوش الفيديو اعطاني جليل بس باش يشوفوهم المشاهدين بالنسبه كما قلتنا هاد لادون هاد الكالون هذا راه مخدوم مع لادونتيل شتي وجا شكيل وغزال مرصع بعقيقه ديال الحجر شتي الديزاين ديالو بالنسبه للناس اللي كتبغي شي حاجه تكون في الكالون عامره حيت كما كنقولوا راه كاينه اذواق كاين اللي كيبغي الكالون يكون شويه مشارجي رقيق كيف ما وريتك هذوك التشكيلات الاوليين وكاين اللي كيبغي شي حاجه كيبغي عاوتاني معمره تكون باينه في الدوفو هاتي بالنسبه لهادو هادو ها انتما كتشوفوهم بالنسبه للاختيارات هاتي بحال هكا عندنا هاد الثوب هذا اللي كنسميوه حنايا مثلا كنسميوه الكريب لامي فوالا شتي على حسب هذاك البغيون اللي فيه هوايا كي غنقدروا نماريو مع هذا اللون هذا الشيء كيفاش جا جا رائع جا بصح حيت اصلا هاد الحجرات هادشي كيبان باقي كاع ما مخيط ما مخيطش الا تخيط عاوتاني راه غادي يبان ما بقاتش ديك القضيه ديال طون سيغ طون يعني وليتي كدير تقدر دير بحال دابا في البلوغ ولا ديال الالوان من ناحيه لو مارياج صافي هذا بحال دابا في البلوغ كنديروا معاه هذا تقدر ديري معاه هذا في الباج تقدري ديري ولكن راه شنو اللي مخرجوا هاد الحجيرات هادو اللي ديال اللي في البلوغ هما اللي جاوه اللي عاطينو حنا عطيناكم غير بتي اكزومبل يعني ملي كتجي وراه تبارك الله لو شوا موجود من ناحيه الاشكال راه كاينين اشكال كثيره كيف ما قلنا كاين هذا الموديل رقيق وزوين شتي الناس اللي كتبغي شي حاجه غير خفيفه في الكالون كيجيو فنين حتى هادو شتو ما كيجيو غزلان غزالين حلوين وكلهم حجر هادشي وبالنسبه للتسويكات هادو هادو بالنسبه للتسويكات الا بغاو يشوفوا الكات ديال العرس شي حاجه غزاله شي حاجه رائعه شي حاجه امبورتي من اوروبا زعما ماشي راه عندهم كيجيبوه هما داكشي امبورتي من لوروب هانتوما يعني حاجتك بوحدك يعني ما كاين هذا الشكل عاود هذا حتى هو زين شي حاجه في البرونز قالوا لي حتى شي شكيلات لهيه ولا هما هادو اللي هنا شكيلات هادو حتى هما رائعين زوينين شتيهم روعه البايتي كارتي هادي كي كتشوفوا البايتي ها انتوما هي غزاله رائعه اللي بغا يدير التحتاني ديالها ها انتوما كتشوفوا على هذا الشكل هكا روعه 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 ها هي هادي ها هي كي كتشوفوا زوينه فيها الدوغي وفيها الارجنتي
كاين هذا لو موديل هذا حتى هو. وعندنا عندنا واحد الحليجه اخرى عاود واحد بالبايتي ولكن في التشوي طايحه على التشوي. هادو كلها هانتوما هادي مخدومه على التشول ها هي بايتي بايتي ها هي بهاد الموزونه هكا صغيره جايه وحلوه. هانتوما راه كاين بزاف ديال الموديلات يعني كاين لو شوا موجود الانواع والاشكال. كاين عاوتاني هاد لو موديل هذا حتى هو او هاد 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 ايه حتى هو بلي بايت. ها هو كلها غاديه بالموزونه وبغيتي دير لها هكا كدير لها هكا هي كتموج بغيتي دير لها هكا بغيتي دير لها هكا ها هي هادي شتي معروفه معروف هاد الشكل هذا كيف ما موجتيه كيتموج. تبارك الله راني عارفه سلعتكم ما دايراش في السوق يعني عندكم بياسه اونيك من الحاجه ما عندكمش داك الشيء يعني الحاجه عندكم منها حاجه من الحاجه. غنوريكم انا نصور لكم شي حاجه هكا من الفوق كنحاول نهز يديا. هذاك اللي كتشوفوه لهيه راه هو هذاك لا دونتيل العاديه ها هي دي شتيها ها هي هادي مبره ها هي مبره هادي كنقول لكم ديروا بها جلابه كديروا بها قفطان كاينه مزوقه كاينه سامبل كاين هذا الشكل هذا حتى هو كاين عاوتاني هذا اللون هذا هذا اللون هذا كيف ما قلنا في الاول كاين اللي كيدير الشبكه من التحت كتجي مزيونه كتكون شبيكة في الكميمات خارجه باينه وفي الكول كتبان حتى في الجلايل من التحت وكاين اللي كيدير عاوتاني الشبكه كجلابه من الفوق والكيدير اللي تلبس ديالها هو الكريب من التحت كيف ما بغات ولكن اغلبيه الناس كيديروا الكريب وكيطرزوه كيجي من الفوق وكيدير الشبكه من التحت والشبيكه كتجي من التحت كتجي من التحت وبالنسبه للالوان ها انتم اللوينات ديالها الوان زوينه شوفوا اللوينات اللي كاينين فيها عندنا ملاكي عندنا هذا البلو مارين عندنا هذا الخضيطر هذا حتى هو زوين هذا الخضيطر هذا هذاك البلو مارين شتي تبارك الله هذا الشيء رائع شوفي هذا البلو مارين هذا الشبيكه ديالو داخله فيه الغوج تقدر تهز هذا لاكولوغ ديال الغوج اللي كاينه في لا دونتيل دخلها في الكريب يجي واحد التناسق غزال في الجلابه زوينه كاين عاوتاني عندنا هذا اللويين اللي ساطع شويه هو المونطاق كيجي غزال كاينين العشاق ديال هاد ديال هاد اللوينات هادي راه كل واحد كل حاجه عندها العشاق ديالها كاين اللي كيبغي اللوينات فاتحين كاين اللي كيبغي اللوينات مغلوقين كل واحد اختيار كاين عاوتاني هذا الموديل هذا موديل عاوتاني واحد موديل اخر الشبكه اخر ديزاين اخر غير على اللي ديزاين اللي وريت الديزاين الثاني هذا كيمشي معاها في الكري ها هو ندوزو دابا نوريك واحد الجلابه اخرى عاود جديده زوينه كتسمى حتى هي كريب امبريميز وقها منها كتجي روعه وحريريه طايحه بالنسبه للناس اللي كيبغيو جلالب صيفيين بردين جلابه غزاله تزوقتها منها غزاله فنة شي حاجه ديس شي حاجه واعره ومن ناحيه الثوب راه صيفيه فنة صيفيه الوانها اداميه 100% اللوينات مسميزين وهما اصلا اللوينات جايين باردين كاين هذا البلو سيال الاختيار ديما كنقول لك اختي سهام راه عندنا اختيارات كثيره من ناحيه الالوان ومن ناحيه حتى الرشمه حتى الزواقه من ناحيه الزواقه عندنا زواقات كثار صح في اي موديل عندنا زواقات كثار بحال دابا هذا الموديل نيت هذا بلو سيال هذا الكري ديالها ها هما كتشوفوا ها هما الالوان ديالها حيت بالكثره ديالها ما قدرتش نجبدهم لك لا راه باينين هنا غنوريهم من هنايا شوفوا بعدا غير داك شوفوا التلوينه راه التلوينه كامله عندنا البيوغوز عندنا الوان الا جينا نجبدوا كل شيء ما غنساليكش الفيديو عندنا الوان مغلوقين الناس العشاق اللي كيبغوا الوان مغلوقه شتيهم وبالنسبه للرشمه اللي قلت لك بالنسبه للرشمه اللي قلت لك عندنا نفس الثوب ورشمه ديالو مختلفه هذه جات رشمه غيي كما كنقولوا
كيف كتشبه الجوهره. الناس اللي كتعجبهم الجلابه تكون الديزاين ديالها غيي. يعني الاختيارات كاينه كثيره، اختيارات كثيره. هانتوما غنحاول نوريكم، شوفوا الاختيارات تبارك الله كثيره. يعني واخا نوريكم نرويكم حتى نعياو، يعني خاصكم حتى كتجي، يعني الشخص حتى كيجي راسو او السيده اللي غادي تشري كتجي راسها هي كتختار، وهي كتشوف الشكيلات كيبقى يجبد ليها وكتشوف الشكل اللي غادي يعجبها وكتاخذو. هانتوما كل بلاصه اشنو حاطين فيها. هذه مبرس فيها، هذه مبرد الحرير، هذه غزاله، هذه الروعه الروعه الروعه. واو سي مانيفيك، الروعه لبسه غزاله 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 فنه. تقدر دير اللي بغيتي شي حاجه طايحه، ها لي كولور ديالها مليانه ديالها. شوفوا لي كولور ديالها، تقدر ديريها مع هذا، ها هو داخل فيه اللامي داخل فيه هذا اللامي، هذا اللامي دوس ولا اللامي دوس في الكريم. شوفوا هذا اللامي دوسوا، يعني ديال الحرير معاه، وهي ولات دو بياس شي حاجه زوينه رائعه. وتقدروا عاوتاني الا ما بغيتوش ديروا هذا، كديروا عاوتاني داك الاوغ، كديروا الذهبي حتى هو يجي زوين على حسب مني. انا قلت لكم السيده اللي كتجي كتبغي تاخذ او سميتو كتبغي تاخذ، كتشوف هي الاختيارات اللي غتحط فوق، بحال دابا هذا غتحطو فوق الذهبي وتحطو فوق هذا، غتشوف شنو غتاخذ هي. هما اللوينات ديالها فيها لوينات، ها هما دول اللوينات ديالها، مغوش فيها غزال. شوفوا 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 عاوتاني غزال داخل فين مع اللون، شوفوا الحمر ديالها كيفاش داير، هذا الحمر بالبيض. انا كنحاول نفسر باش كلشي يفهمني وكلشي يعرف. هذه تجي لبسه ولا قفطان ولا اللي بغا فيها. الروعه عندهم داك الشيء تبارك الله ما شاء الله، داك الشيء غزال. هانتوما هذا قفيطن يجي غزال. هذا اللي كنوريكم هنا، هذا سميتو تيل، ها هو تيل دو سوا. هذا ساتان دوشيس، ها هو حتى هو لوريجينال. كاين الموسلين حتى هو، لا موسلين جوري. كاين هذا موسلين دو سوا، هذاك موسلين دو سوا راه هو. هذا شونطون دو سوا، هذا شونطون دو سوا حتى هو. يعني كل شيء عندهم ديال الحرير. هذه دي ميسوا لي كولور ديالها، اييه. ها انتم كتشوفوا هادو حتى هما ديال الحرير، ها اللوينات ديالها. هذه لورغانزا دو سوا، هذيك راها لورغانزا دو سوا حتى هي. وهذا لولان دو سوا، هذا لولان حتى هو، لولان شونطو، هذه ديال اوروبا. هذا شي حاجه مزيانه، كاين لولان شونطو وكاين لولان دو سوا ديال الحرير. وريني لولان عندكم ديال الحرير فين هو. هذا هذا هو، هذا هو ولا لا؟ علاش الشكل ديال الشونطو هذا؟ شي حاجه طايحه. هذا كيجي جليل بات حتى هو، صيفي صيفي هذا وبارد. شي حاجه غزال هذا، تبارك الله هذا الشيء غزال. هانتوما كنحاول نوريكم كل شيء. كي كتشوفوا كاين هذا الموديل، هذا غنحاول نزوميه لكم. هذا كيجي تحت من اللبسه هكا كله بايت. كاين عاوتاني هذا الموديل حتى هو، تقدروا ديرهم حتى الباسي هادو، هادوك تقدروا ديرهم بيسات. هذا رائع، يعني موديل كينسيكم في موديل زوينين. ها اللوينات ديالها، ها هما. كاين هادو، هذا كريب دو سوا، هذا كريب دو سوا، ها هو. كنحاول انا كندور على المحل، يعني ما كان واخا ما كنبينش لكم كلشي، ولكن كلشي واضح وباين. ها هو غادي يوريكم البلاصه فين كاين هو. ها هي في الكارت فيزيت، حي الفرح، الزنقة 66، الرقم 191، حي الفرح، الدار البيضاء. نمرة الهاتف 06 76 09 08 66. فوالا. هنا غادي نخرج دابا، غادي نوريكم المحل ملي غتكونوا جايين، ملي غادي تدوزوا. ها
ها نتوما ها هو ذا المحل، ها هو ذا كي كتشوفوا اخت مولي، ها هو هادي فيترينا. ملي كتكونوا جايين من الشارع من لهي حدا البوسطة، كتوصلوا الشارع الكبير حدا البوسطة وكتقطعوا الزنقة اللي أنفس مع البوسطة، كتدخلوا نيشان 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 جايين من لهي، كتدخلوا مع هاد الزنقة هادي صافي. ها هو دا المحل، هو هذا أخت مولي. يلا بسلام عليكم، باي باي. اللي ما مأبونيش في القناة يتأبونا فيها، ما تنساوش ديروا لايك. باي باي.